مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وآراء. مشاهدينا الكرام، يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وجميع المسلمين في كافة أرجاء الأرض بخير وصحة وسلامة. واسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم الشيخ علي عبد المهدي، وكيل وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بألف صحة وسلامة. الله يبارك فيك. سلام. بدأنا بالآيات الكريمة من سورة البقرة، وبدأنا شهر ذي الحجة بعشرته الأول وبوقفة عرفات وبالطواف حول البيت الحرام وبالسعي بين الصفا والمروة، كلها مناسك جميلة ومحببة للقلوب والأرواح، ويرنو إليها الجميع من عام إلى عام، حتى لو رضي الله عنهم جميعا وأتموا فريضة الحج فهم الجميع يتسابق للذهاب إلى بيت الله الحرام في هذه الأيام الجميلة. فلو بدأنا الحديث وقلنا الحج كأمر من الله عز وجل لجميع المسلمين وفرحة في نفس الوقت، كيف نعرفه للمؤمنين والمسلمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير نبينا وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أقول كل المشاهدين الكرام، المولى تبارك وتعالى بدأ الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. النداء موجه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم عندما ذهب إلى أرض الحجاز وفي بقعة لا زرع فيها ولا كلأ ولا ماء، مع السيدة هاجر والابن إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، أمره ربه سبحانه وتعالى أن يصعد فوق الجبل ويقول له: أذن في الناس بالحج. فسيدنا إبراهيم رأى أنه ليس هناك أحد من الناس، فقال لربه سبحانه وتعالى: ماذا يبلغ صوتي؟ يعني أنا ما فيش حد موجود حوالين الكعبة أو حوالين البيت الحرام. قال له: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك أنت تؤذن وتترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. فأذن سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه، أو إن لله بيتا فحجوه. طبعا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأذن سيدنا إبراهيم في الناس فاشتاقت جميع، لبت جميع الأرواح قبل أن تدب في الأشباح، وقالت: لبيك اللهم لبيك. فكل روح لبت لله سبحانه وتعالى قبل أن تدب في هذا الجسد كتب الله لها الحج والعمرة. فطبعا قالت الأرواح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد من هذه الأرواح إلى بارئها وإلى خالقها سبحانه وتعالى. البيت الحرام
هو مركز الدائرة في الكرة الأرضية. نعم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وأمرنا معاشر المسلمين أن نتخذ من مقام سيدنا إبراهيم مصلى. لذلك أقول للحجاج والعمار، هناك أمر ينبغي أن نحافظ عليه، ألا وهو عندما يطوف الإنسان من عند الحجر الأسود أو الحجر الأسعد، لأنه سمي الأسود أو سمي الأسعد، عندما يبدأ الطواف منه لا يدخل ما بين المقام وما بين الكعبة، ولكن يكون الطواف من خارج مقام سيدنا إبراهيم، حتى يكون الطواف صحيحا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا النسك إن دل فإنما يدل على أنه مؤتمر عام للمسلمين في كل عام، وليس أي مؤتمر بل مؤتمر منظم. نعم. ويعني ليس فيه أي نوع من الشتات. نعم. أو عدم النظام رغم العدد الكبير، أعداد مهولة تزيد عن المليون ونصف وأكثر. لو نظرنا سيادتك في موسم الحج، نعم، قد يزيد عن 4 ملايين نسمة. نعم. عندما يكون هناك على سبيل المثال مباراة لكرة القدم بين فريقين مهمين، نعم، ويزيد الجمهور على 100,000، انظري إلى تصبح معضلة كبيرة لتأمين التنظيم والتأمين. نعم. وكل حاجة. نعم. كل الأمور التي تسبق هذه المباراة. نعم. فما بالنا ب5 ملايين أو يقل قليلا أو يزيد قليلا. نعم. 5 ملايين حاج مع اختلاف الألوان والأعراف والتقاليد واللغات واللهجات. نعم. ومع اختلاف الجنسيات جاءوا من كل فج عميق، الهدف واحد، الزي واحد، المكان واحد، الإله واحد، النسك واحد، الكل يرجو رحمة الله ويخشى عقابه. هذا مؤتمر عام للمسلمين ينبغي أن يوضع في الحسبان، أن تناقش القضايا. الحج ليست مجرد فسحة أو نزهة أو رحلة أو مجرد أرضية. مناسك ليست مجرد مناسك فقط، ولكن هناك هدف لنتعارف. نعم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالحج مؤتمر سنوي عام لكل المسلمين في بقاع الأرض، ينبغي علينا كمسلمين أن نناقش القضايا المهمة والملحة التي بها تتقدم الأمة. نعم. التي بها تنفض عن رأسها الغبار. نعم. الذي بها تنهض من ثباتها. نعم. الذي بها تستيقظ من نومها. نعم. الذي بها ينبغي أن نتقدم وأن نكون في مصاف الأمم كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهي المنافع المرجوة. نعم. من الحج منافع دنيوية ومنافع أخروية. نعم. ليشهدوا منافع لهم. نعم. المنافع ليست قاصرة على الآخرة فقط. نعم. وعلى الدنيا أيضا. نعم. منافع دنيوية. نعم. ومنافع أخروية. نعم. هذه المنافع زي ما حضرتك تفضلت فضيلة الشيخ علي عبد المهدي وكيل وزارة الأوقاف، أنها ليست فقط منافع نرجو بها الآخرة فقط، ولكن نرجو بها الدنيا أيضا لصلاح الدنيا ونظامها. نعم. وتنظيمها. ولكن هذا الهدف بعيد تماما عن رغبات ومتطلبات وأهداف من يسافرون للحج. الهدف الأول دائما هو إتمام الفريضة بعيدا عن المنافع المرجوة الأخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى يرجوها منا كبشر. كل عام بنتحدث عن كيفية أداء المناسك، كيفية البعد عن كل ما يشوب هذه الفريضة وقد يعيبها أو يقلل منها أو ينقص من قدرها. فأين علماء المسلمين من هذه المنفعة الكبرى؟
وتهيألي فضيلة الشيخ ان التوجيه مش بس يعني خليني ابدأ ان دايما اللي المستهدفين والهدف الحج بيأتي دايما من كبار السن، ويقولوا يعني قبل ما ينتهي عمرنا نقوم نأدي الفريضة، برغم ان الفريضة دي مطلوبة على الكل، ومن الشباب قبل الكبار وقبل الشيوخ. حديث للشباب وحديث لأولي الأمر من سيادتك للمنافع المرجوة من الحج، وهي ليست فرض فقط إتمام الفريضة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ردا على هذا السؤال، رسالة موجهة إلى الشباب. نعم. أقول أن الله سبحانه وتعالى بمجرد بلوغ الإنسان سن الرشد والتكليف وكان مستطيعا، ينبغي عليه أن يبادر بفريضة الحج، سواء كان ذلك عن طريق الجمعيات أو عن طريق القرعة أو عن طريق حج السياحي، طالما أنه مستطيع، من استطاع إليه سبيلا. وأقول للشباب ينبغي عليكم أن تعينوا كبار السن، فليس مجرد أنك فتي وقوي تزاحم الناس وتحاول أن تسبق الصف وتحاول أن تفوز أنت بالمكان، هذا ليس هو الهدف من الحج. الحج ينبغي أن تخفض جناحك للمؤمنين، أن تكون هينا لينا خدوما للناس. أنت رزقك الله سبحانه وتعالى القوة والصحة والعافية، وتستطيع أن تؤدي النسك وتستطيع أن تسير على الأقدام، فيعني كما يسر الله عليك يسر الناس، يسر على الآخرين، خاصة نعم. العجزة وكبار السن، نعم. أصحاب الحاجات، المرضى الذين لا يستطيعون أن يصعدوا سلالم الفندق، فدع أنت لهم الأسانسير، نعم. وتصعد أنت على سلم الفنادق، قدمهم أولا، ارفع عنهم يعني أمتعتهم واحملها على كتفك، نعم. إن استطعت لذلك سبيلا، نعم. فكلما صنعت الخير كلما كان الأجر أعظم وأكبر وأفضل من الله سبحانه وتعالى. جميل جميل. بالنسبة لكبار السن، ودعوة دعوة بقى ليهم كمان لإتمام الحج والسعي ليه قبل أي رحلة عالمية، قبل أي جولة عالمية. الجولة الأولى لينا دائما يجب أن تكون محاولة إتمام الفرض. لا هذا يكمل الإيمان، لا يكمل، نعم. الإيمان لا، نعم. يكمل الإيمان طبعا عند الاستطاعة، وإذا كانت موجود عند الاستطاعة، نعم. إلا بأداء الفريضة، نعم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر أننا ما دمنا مستطيعين نبادر بالحج قبل أن تذهب الحاجة أو تمرض الدابة، نعم. أو يعتل الإنسان، نعم. لأن الإنسان لا يملك غدا، فغدا في علم الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فقد يكون اليوم غنيا غدا سيصبح فقيرا، قد يكون قويا يصبح مريضا أو سقيما، عنده كل مقومات أداء النسك، فتذهب هذه الحاجات فيحاسب ويعاقب أمام ربه سبحانه وتعالى يتأخر على أنه أخر أداء الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ علي عبد المهدي، من سمات الدائمة الوجود من خلال مناسك الحج وأثناءها التزاحم الشديد ومحاولة الإسراع في أداء المناسك عدم ملاحقة البعض للبعض وعدم الروية وعدم الهدوء، في نوع من خليني أقولها بالعامية السربعة، وكأنه لن يستطيع أن ينجز بدون محاولة الإسراع والتزاحم، وطبعا ده بيؤثر على الجانب الأكبر من المؤدين للمناسك الحج وهما العجائز وكبار السن. هذا الأمر للأسف يعني بيحدث، نعم. خاصة مع كثير من المصريين وكثير من الأفارقة، نعم. فتجد أن من دول أفريقيا عندما يسير في الطواف يضع للأسف يديه، نعم. في, في, في صدور الناس، نعم. فمن أجل ألا يزاحمه أحد، نعم. نجد أن كثير من الناس يؤذون الناس
من أجل التزاحم على تقبيل الحجر الأسود، نعم، أو لمس الحجر الأسود، نعم، بيمين الإنسان، أو الطواف، أو الطواف مجرد عموما، الطواف للأسف، يعني نعم، عامة هذه الفريضة ينبغي أن تؤدى بتؤدة، نعم، ينبغي أن تؤدى بخشوع، نعم، بخضوع لله سبحانه وتعالى، نعم، ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى، ونقيس على ذلك أن الرجل الذي صلى وصلى زي ما قلت حضرتك بالعامة بالبلدي بصربعة، نعم، فعُذ فصلي فإنك لم تصلي، عُذ فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي، قررها ثلاث، صلى نعم الله عليه والسلام، دليل على أن الإنسان يتروى، نعم، يخشع، نعم، يخضع لله سبحانه وتعالى، نعم، يؤدي النسك وهو في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، ينبغي عليه أن يكون مطمئنا وهو يطوف، وربنا سبحانه مطمئنا وتعالى وهو واقف يراه، على عرفات، يراه ويعلم مطمئنا بوجوده، وهو يرمي الجمار، نعم، نعم، مطمئنا وهو يسعى بين الصفا والمروة، نعم، مطمئنا وهو يسير في مصاف المطوفين، نعم، مطمئنا وهو يصلي. نعم، فليست الهدف من أننا أنجز الطواف في نصف ساعة أنني فزت، وكان المفروض الإنسان لو يعلم قيمة الطواف، لأنه في ذكر، في رحمة، في عبادة لله سبحانه وتعالى، كان المفروض يعني إن أراد أن يستمر 5 ساعات أو 6 ساعات في الطواف فليفعل إذا كان مستطيعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولذلك العبادة رب قائم يصلي ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذه أفضل الأعمال، فينبغي أن تكون بإتقان، بهدوء، بطمأنينة، باطمئنان، بخشوع، بخضوع لله سبحانه وتعالى، يؤديها الإنسان وهو يعلم وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يغادر هذه الأرض إلا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكرنا في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، صدق الله العظيم. ذكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال مناسك الحج، معظم أهالينا الكرام بيبقوا متوجهين وهم ماسكين حاملين لبعض الكتب والأدعية، يعني مستعدين بمجموعة من الطلبات والرجاء والأمل من ربنا سبحانه وتعالى لتحقيق دعوتهم، ويمكن تشغلهم هذه الطلبات عن الذكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالآيات الكريمة المأثور قولها من خلال السعي والطواف. رأي حضرتك ونقول لهم إيه؟ أقول لهم لا يشغل الإنسان بأن يمسك كتيب أو كتاب معه وهو يطوف أو يسعى، نعم، ولكن عليه أن يشغل بذكر الله سبحانه، وأفضل نعم. الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا نعم. إله إلا الله، نعم. وأفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله، نعم. وطبعا اجتمع الفقهاء والعلماء على أن هذه الخمس هي أفضل الذكر عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعم. هذه الخمس نعم. هي أفضل الذكر، نعم. طبعا أعلاها لا إله إلا الله. أقول أن الذي يقرأ من الكتاب ربما ينقطع الخشوع بينه وبين ربه، سبحان الله، ولكن ادعو بما في قلبك، بما تحتاج أنت، الله سبحانه وتعالى يعلم ما بداخلك، ويعلم احتياجاتك، ويعلم ما ترجوه منه، فما يجريه الله على لسانك فقله، ولكن قله بخشوع، قله وأنت ترجو رحمة الله، وأنت تعلم ومتيقن في أن المولى تبارك وتعالى يستجيب لك. أما أنني أمسك كتيب، نعم لا بأس أن يتعلم الإنسان، لا بأس أن أدعو بالدعاء المأثور، لكن إذا كان إنسان لا يحفظ الدعاء المأثور فعليه أن يدعو بما فتح الله عليه من الدعاء، ولكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم،
يعني إنسان ظلمه لا يدعو عليه، بل إنسان يحتسب أمره عند أخذ ربنا حقه سبحانه وتعالى. لا نعم يدعو على لا يدعو عليه، نعم ولا بإثم ولا بقطيعة رحم. نعم وكل دعاء بعد ذلك الذي يجريه الله على لسان العبد مقبول فمقبول بمشيئة عند الله، الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله، مقبول بمشيئة عند الله. الله. زي ما تفضلت وقلت في بداية الحلقة فضيلة الشيخ علي عبد المهدي، إن الاستفادة من الحج والمنافع منها مش مقصورة بس على تيسير الأمور والآخرة فقط، ولكن هناك استفادات أخرى، منها إطعام البائسين والفقراء، أن نتذكرهم في هذا اليوم، ألا ننساهم، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين. ده يعني حضرتك لو نظرنا إلى منسك الحج، نعم، في أولا في مناسك الحج في عدة أشياء. نعم، أولا الركن، وهو الذي لا يتم الحج إلا به، نعم، فإن تركه ركنا فسد حجه. والواجب الذي إن تركه الحاج أو المعتمر يجبر بدم، نعم، بذبح شاة. نعم، والسنن المؤكدة والغير مؤكدة هي لكمال الأجر ولتمامه. الأركان طبعا هي أربع، أولا الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي بين الصفا والمروة. نعم، هذه أركان الحج باتفاق العلماء. نعم، الواجبات الإحرام من الميقات، فمن ترك الميقات فعليه دم. وكلمة عليه دم أن يذبح شاة أي خروف يعني، ويطعم به أهل مكة، ثم محلها إلى البيت العتيق. عندما يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج فعليه هدي يذبحه في مكة ويطعم بها فقراء الحرم. نعم، عندما يقرن الحاج والمعتمر الحج والعمرة معا، فلأنه قد يترك يعني تخفيفا عليه، يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد. نعم، للحج والعمرة. نعم، فمن أجل هذا التخفيف عليه إيه؟ هديا. نعم، يطعم به فقراء الحرم. نعم، إذا ترك واجب من الواجبات كأنه لم يحلق، أو قطع شجر الحرم، أو اصطاد صيد البر المأكول، أو فعل أو ترك شيئا من إيه؟ من الواجبات. طبعا الإحرام من الميقات ده من الواجب، المبيت في منى واجب من واجبات الحج، الحلق والتقصير من واجبات الحج، قيل طواف الوداع من واجبات الحج، لكن هو في الغالب عند الجمهور سنة مؤكدة. من ترك واجبا فعليه دم. إذن في أعمال الحج نجد أن الله سبحانه وتعالى وسع على أهل الحرم بما فيهم الفقراء من كل مكان، ليس من أهل مكة فقط، من كل بقاع الأرض. فعندما يذبح الإنسان، مش معقول الإنسان لو هيذبح خروف هياكل لوحده، فهيطعم به إيه؟ كل الناس الموجودين، البؤساء والفقراء. ولذلك يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدم لا يؤكل منه، يوزع كله على فقراء الحرم. نعم، ولا يأكل منه من ترك واجب من الواجبات. نعم، فهذا هذه منافع لأهل مكة. نعم، ومنفعة للفقير. نعم، قبل الغني. نعم، فلو نظرنا إلى منسك الحج نجد أن الله سبحانه وتعالى يوسع على أهل مكة وعلى من ذهب إلى البيت الحرام في ضيافة الرحمن، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم وأجود، وليس فقط على فقراء وبؤساء البيت الحرام، ولكن على جميع أرجاء الأرض في من خلال التضحية، حتى لغير حاضري الحج وغير حاضري البيت الحرام. نعم، نعم، هناك المنسك. سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يذبح سيدنا إسماعيل. نعم، عليه السلام. نعم، فلما رأى في منامه هذه الرؤية ورؤيا الأنبياء حق،
هي وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي. شككه إبليس في هذه الرؤية، وشكك الأم في نعم هذه الرؤية، وشكك نعم الابن في هذه الرؤية. نعم لذا سن لنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رمي الجمار، وهي من واجبات الحج. نعم من طبعا في جمرة العقبة الأولى الكبرى والصغرى والوسطى نعم ترمى كأن الإنسان يقذف الشيطان في نفسه. نعم سيدنا ربنا سبحانه وتعالى لما أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. عظيم. يبقى من ذهب إلى الحج عليه هديا، نعم، سواء متمتعا أو قارنا، نعم، واستحبابا للمفرد، استحبابا للمفرد، نعم، إن كان مستطيعا، نعم، ومن ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، أن يذبح ذبيحة، نعم، لأهل الحرم، نعم. المقيم المستطيع الذي لم يذهب لأداء الحج والعمرة سن لنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأضحية. والأضحية جاء صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بكبشين أقرنين أملحين، أملحين يعني أبيضين، نعم، وذبح الأول وقال بسم الله الله أكبر اللهم عنها إن هذا عن محمد وعن آل محمد، نعم. وعندما أراد أن يذبح الثاني قال بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا عن فقراء أمة محمد، فأبشر أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لذلك سن لنا الأضحية نأكل منها ونطعم الفقراء من حولنا من الناس المقيمين الذين لم يكتب لهم أداء النسك. جميل. فضيلة الشيخ علي عبد المهدي وكيل وزارة الأوقاف، الحج مشقة وجهد كبير لا يستطيعه الكثيرون بالرغم من ذهابهم، ولا يتحمله الكثيرون بالرغم من زيارتهم للبيت العتيق وأداء المناسك. فاستأذن حضرتك هنخرج لفاصل قصير ونستكمل الحوار حول كيفية مواجهة مشقة الحج من أولي الأمر المسؤولين عن الحج قبل من يؤدون الحج بأنفسهم إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا، ونجدد الترحيب بالشيخ علي عبد المهدي وكيل وزارة الأوقاف، ونرحب بالأستاذ الدكتور عبد المقصود عبد الحميد باشا، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا معنا، صحبة طيبة، صحبة جميلة في أيام جميلة وروحانية وتتسم بالفرحة والحب على جميع المسلمين يا رب بمشيئة الله تعالى. دكتور عبد المقصود، كنا نتحدث وفضيلة الشيخ علي عبد المهدي عن المشقة والجهد الذي يناله الحجاج في اعتمارهم وحجهم ومناسكهم، جهد ليس بالقليل ويحتاج لكثير من التنظيم والرعاية والاحتساب له من قبله بمدة طويلة. فلو تحدثنا عن أداء فريضة الحج من قبل المصريين وما يلاقونه من مشقة وأسلوب الرعاية التي تقدم لهؤلاء الحجاج، هل نحن راضون عنه أم لا؟ أستأذن حضرتك فضيلة الشيخ علي نتكلم في هذا الموضوع. أولا، من ناحية التنظيم خاصة من حجاج القرعة أو الجمعيات الأهلية والخيرية، أو من حجاج شركات السياحة، أعتقد أن هناك بعض الخلل الموجود في بعثات الحج من المصريين بالذات. على سبيل المثال، هناك بعض الناس وليس كل الناس الغرض من تنظيم هذه الرحلات للربح فقط، دونما تنظيم لبرنامج رحلة مسبق ومعد وينفذ على أرض الواقع. فقد يعد برنامج، وهناك مسؤول إداري عن الرحلة ومسؤول ديني عن الرحلة، والمفروض يكون فيه هناك سكن معد بالأعداد اللائق كما يقولون في مصر. فيفاجأ الحجاج بعدم وجود المدير الإداري للرحلة، ويتركون كل واحد يفعل ما يشاء وما يريد وما يستطيع أن يفعله، وربما تكون الباصات متهالكة، وربما يكون السكن غير مناسب، ويكون هناك أو سكن يقول أنه أقرب للحرم بمسافة 200 متر، يفاجأ الناس خاصة كبار السن بمسافة مثلا كيلو كيلو نص عن الحرم، فيبقى فيها مشقة ومفيش أصلا سبل مواصلات توصل للحرم، فيصطدم الناس أو الحجاج بالواقع. وهذا أمر يؤدي إلى خلل في، لأن المفروض المسلم عند وعده وعند عقده، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نوفي بالعقود. فأنت تعاقدت مع الشركة أو مع الحاج على أنك تقوم بأداء كذا وكذا وكذا، ومعد ذلك سلفا، فينبغي أن توفي بهذه الأمور، وإلا يكون هذا الربح ربحا حراما. لأنك هنا دلست وغششت المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا من غش أمتي فليس مني. الأستاذ الدكتور عبد المقصود عبد الحميد باشا، عيد الأضحى قبل التضحية وقبل المناسك وقبل كل شيء هو فرحة جميلة يسعد بها جميع المسلمين في الأرض، كافة أرجاء الأرض. كيف احتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وكيف تعلموا استقباله الآن أم فيما مضى؟ فيما مضى، لأننا والآن، لأن حضرتك وجود حضرتك معانا دكتور عبد المقصود فرصة، لأن التاريخ الإسلامي يعني حضرتك ليك باع كبير فيه، فإذا تحدثنا عن هذه الفرحة وطريقة استقبال عيد الأضحى المبارك، كيف كان الاستقبال؟ نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. كيف كان المسلمون الأوائل في عصر الرسول، الصحابة الأكرمين والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، يستقبلون هذه المناسبة الطيبة؟ ثم نعرض بعد ذلك على وسائل استقبال
الأمويين والعباسيين والفاطميين نعم. والإخشيديين نعم. وغير ذلك من نعم. الدول الإسلامية والدويلات الإسلامية. نعم. أولا العيد، عيد الأضحى، فرصة إذا سمح لي فضيلة مولانا، فضل دكتور فضل، وطبعا نحن عيال عليه، استغفر الله استغفر الله، يعني تذكرة بالخضوع لله الدائم بحيث أن يسلم الإنسان نفسه وكيانه لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس في وقت الشباب أو في وقت النفوذ أو في وقت السلطة يتصور أنه يا أرض هدم عليك يدي، ينسى الله. نعم للأسف، يا أرض هدم عليك يدي أنا وبعد الطوفان. لكن يأتي هذا العيد ليذكرنا بالتقاء الأرض بالسماء. يعني أنا عايز نشوف كيف يؤمر نبي الله بذبح ولده الوحيد، والغريب أنها رؤيا، يعني منزلش جبريل قال له يأمرك ربك بكذا، لما هي رؤيا، صحيح رؤيا الأنبياء وحي وصدق، لكن كونه يمتثل في الإنسان اللي استناه بعد يقال أنه أنجبه ولديه من العمر 85 سنة، يقال ذلك في بعض الروايات. وبعدين لما نيجي نشوف كيف تركه في واد غير ذي زرع، أنا عايز بعض الناس بقول لحضرتك ينسون الله في بعض الأحيان للأسف. يعني لما يجي ينتقل من مصر بصحبة الأميرة هاجر سيدة نساء عصرها وهي أميرة فرعونية، نعم، وليست كما يدعي البعض أنها أمة أهديت لإبراهيم، لا، هي سيدنا إبراهيم جه مصر في وقت الهكسوس، وقت احتلال الهكسوس لمصر، ولذلك الصراع الدائر بين الفراعنة في الجنوب والهكسوس أدى إلى أسر بعض الأميرات. فلما صنع ملك الهكسوس مع السيدة سارة ما صنع، وكلنا نعلم ذلك فضيلة مولانا، أهداها هذه الأميرة التي كانت تجيد عدة لغات لأنها تربية ملوك وتربية أميرات، ثم هاجر معها أو هاجر معدة مسبقا للموقف الكبير. ايوه ده اللي انا عايزين نقوله بقى، ان ما تفكرش انك انت لوحدك او عقلك هو الكون، لا، ده انت هناك قوة تسيطر عليك وان ظننت انك انت التي تسير نفسك. سبحان الله. ثم يذهب الى هذا المكان القفر، يعني شوف حضرتك سيدنا ابراهيم ساحب الحمار والست راكبه هي وابنها، خليه معاه قد ايه تمر، حمولة الحمار قد ايه، والميه والتمر والزيت قد ايه، اقل القليل، ثم يمشي من بيت المقدس الى بيت الله الحرام، بيت الله الحرام، وواد غير ذي زرع والاثار مطموره وكل شيء مطمور. نعم. شوف انا عايز اسوق القصه ديت علشان احنا نثق في الله، بس بشرط ان احنا نؤدي فرض الله. فرض الله في ايه؟ مش في الصلاة والصوم، لا، في تقوى الله، في تقوى الله، نعم، وفي التوكل الحقيقي، نعم. لما تقول له ايه؟ الله امرك بهذا، نعم. خلي بال حضرتك، قال الى نعم. من الى من تكلنا؟ ما يردش سيدنا المين، ما يردش، وبعدين لم تجد غير الواحد الاحد سبحانه وتعالى، الله امرك بهذا، فيكون الجواب الجملة اللي نطقها سيدنا ابراهيم، نعم، فتقول له إذن لن يضيعنا. وخلي بال حضرتك ما قالتش لا يضيعنا، ولا قالت لم يضيعنا، قال لن، ولن احنا بنسميها بقى لن الزمخشرية، نعم، التي تفيد التأبيد، نعم، لن، ما دمت في معية الله لن تضيع. كيف تكون في معية الله؟ بأن تستسلم له. تعالي شوف النقطة اللي بعد كده بقى، هذه الأميرة العظيمة، وبعدين ربنا إني أسكنت إيه؟ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ها؟ نكمل، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. خلي بال حضرتك بقى، فاجعل الفه، الفه، يا نعم. سلام، ما قالش ثم اجعل، ما قالش على الفور، يا سلام،
نتأمل عظمة اللفظ فاجعل. نعم. يعني ما تتركهمش شوية خالص، لا للتعصيب على الفور. أحسنت فضيلة مولانا. ثم فجأة ينبع الماء بالقدرة الإلهية. ثم تعال شوف المفوضة العجيبة. أنا مش عايز أقول كلام الناس تعرفه عشان ما نكررش اللي بنقوله، لكن تعال شوف هذه الأميرة المصرية كيف تفاوضت التفاوض الجاد المسر مع قبيلة جرهم. هم جم الطير بيحوم، إذن هنا مي، بعتوا الدليل قالوا ده فيه بير مي، واحد عيل صغير عمال يبكي. طبعا كان ممكن جندي صغير كده خلاص يزحها وخلاص، لكن تعالي شوفي أريحة الإنسان العربي. أين أريحة الإنسان العربي الآن؟ نسأل أين أريحة الإنسان العربي بتاع زمان قبيلة جرهم؟ قبيلة تجادل امرأة، يا ريت تجادل تفاوض. نعم. وبعدين هل تسمحين لنا بالجلوس معك؟ لا، ده هم كان ممكن جندي واحد يزحها. جندي واحد زي ما فضيلة مولانا بيقول يزحها والسلامة خلاص وانتهت وكأن لم تكن. لكن شوف الأريحية العربية، هل ممكن أن نقيم معك؟ شوف السيدة، شوفوا التفاوض العجيب. تقول لكن بشروط. يا سلام، ايه شرطك؟ أن الماء لي. وخلي بال حضرتك أستاذة، من يمتلك الماء يمتلك الحياة، يملك كل حاجة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أحسنت فضيلة مولانا، وجعلنا من الماء كل، إذن هي امتلكت الماء. إيه ده؟ إيه التفاوض العجيب؟ إيه التفاوض الجميل ده؟ إيه الثقافة الرفيعة دي؟ ثم كيف استطاعت هذه المرأة في فترة وجيزة أن تتعلم طبعا لغتها المصرية القديمة اللي هي الروغليفية أو الديمنطقية، ثم كيف تعلمت اللغة لغة سيدنا إبراهيم الآرامية، ثم كيف تعلمت العربية؟ إيه ده؟ ايه السيدة دي التي تجيد عدة لغات دي؟ ايه دي؟ وبعدين يوافقونها ويتزوج، وبعد كده يجي الامر لابراهيم، تعالى اذبح ابنك. اذبح ابني؟ ده انا مستنيه بقالي سنين، 85 سنة والمرأة عاقر، ازاي؟ ثم يمتثل. اليس عيد الاضحى تذكرة لي وتذكرة لك وتذكرة، يعني عفوا فضيلة مولانا انت شيخنا واستاذنا، تذكرة للمسلمين كلهم بأن نضع أنفسنا في معية الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنجد ايه؟ سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر ايه؟ والليالي اللي هم دول بقى اللي احنا فيهم، اللي يجب ان احنا نكثر فيهم من الصيام لمن استطاع، وهي أفضل الليالي. نعم. ثم بعد ذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام، فيذهب من طريق ويأتي من طريق يلبس أحسن الثياب. الناس يا أستاذ اللي بتلبس لي ملابس يندى لها الجبين ويقولون كان النبي بيمشي كده، النبي كان شيك قوي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بتعبيرنا الحديث كان لديه حلى القبطية من الكتان الأبيض الناعم. نعم. كان لديه حلى الفارسية من الاستبرق الأحمر والأخضر الجميل. كان لديه حلى اليمنية. كانت السيدة عائشة ترجل له شعره، سرح حلو يعني. سرحه نعم. لما كان يطلع كده يطلع دماغه ويتسرحه، كان جميلا ولذلك أطلع وأنيقا. نعم. وأي أناقة. نعم. ولذلك الناس اللي بتمشي بلحاهم غير مشذبة غير مهذبة، الناس اللي بتلبس يقول لك الرسول كان بيمشي بهذا، لا لا لا، من قال هذا؟ نحن رجال التاريخ نؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جميلا، كان جميل. وقال قولته المشهورة إن الله جميل يحب الجمال. استفيد منك فضيلة مولانا، إن الله جميل يحب الجمال، كما قال صلى الله عليه وسلم سناس يذهبن الهم والحزن، الخضرة والماء والوجه الحسن. نعم. البشوش الجميل صاحب الابتسامة. نعم. إذن الصحابة كلهم كانوا يخرجوا في هذا اليوم للصلاة أولا ثم الأضحية. نعم. من ضحى قبل العيد فإنما هو لحم صدقة. صدقة قدمها لأهله، إنما من ذبح بعد الصلاة فهي إيه؟ أضحية. الصحابة كانوا يبدأوا في عملية الذبح، التزاور بين الأهل، صلة الأرحام، وأكيد فضيلة مولانا تحدث في هذا، صلة الأرحام اللي افتقدناها النهاردة حتى أصبحنا نرسل موبايلات ومسج وبتاع، يعني لا، الصلة ده أستاذة
الأطباء بيقولوا لنا إيه على الوليد؟ يقول لك لازم يشم ريحة على أمه. صح، في ارتباط، في ارتباط. ولذلك أنت ما ينفعش تليفون، لا لازم تروح تلتقي بأختك، تلتقي بأخيك قدر استطاعتك، لازم، لأن المصافحة ومقابلة الإخوة. لذلك قال الحكيم نعم امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين واصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة وزر أخا في الله. الله الله الله، لا إله إلا درر يا مولانا، والله درر درر. أحسنت، يعني امشي ميلا وارجع مريض، امشي ميلين واصلح بين اثنين، واصلح بين اثنين، لكن وامشي ثلاثة وزر أخا في الله، وزر أخا في الله. وأول من هم أولى بالزيارة الأرحام، العصبة أولا ثم أولي الأرحام بعد. نعم نعم ثم بعد ذلك عصر أبو بكر امتداد لعصر سيدنا المصطفى. حقيقة البداية الأولى والاستعداد الأكبر من ربنا سبحانه وتعالى، والعدة اللي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للبدايات الأولى لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نعم. والذبيح قبل الذبيح بإعداد ستنا هاجر وإعداد سيدنا إبراهيم وإعداد سيدنا إسماعيل لهذا اليوم العظيم مشهود. هي عدة، يعني ما بعدها عدة. واستعداد أصحاب الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لاستقبال عيد الأضحى، يعني برضو أمثلة يحتذى بها. نعم. ماذا عن باقي العصور؟ إحنا سوف نجد أن الأمر في الدول الإسلامية سواء العصر الأموي بفروعه سواء العصر الأموي، بس كل بيئة، لكل بيئة متطلباتها الحياتية. نعم. يعني نحن لا نطلب مثلا من الأمويين في الأندلس اللي هم كانوا قريبين جدا من من الغرب ان تكون نفس احتفالاتهم زي احتفالات دمشق اللي هي في قلب العروبه. لا، هنا الاندلس تاثروا بالشكل الاندلسي، بالثقافه الاندلسيه، ثقافه الوندال وثقافه القوط. بينما على العكس العرب في دمشق كانوا اساسا من مكه، وبالتالي كانت كل احتفالاتهم تبع العرب. نعم. البيئة العربية قريبة جدا من السنة النبوية. نعم نعم. نعم. لكن احنا هنشوف مظاهر اختلفت بقى في العصر الفاطمي. نعم. لأن العصر الفاطمي الدولة الفاطمية نشأت هناك على المحيط الأطلسي في سجل مازة في جنوب المغرب وشمال. نعم. موريتانيا الآن. نعم. ثم انتقلت إلى الجزائر. نعم. إلى تونس. نعم. إلى مصر، إلى القاهرة والأساسة جوهر الصقلي. نعم. هنجد بقى المظاهر الشيعية اختلفت. ليه؟ لأنهم كانوا بيحبوا الانتساب لآل البيت ويحبوا إظهار هذه الشعائر ويلبسوا ثياب خاصة في 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 يوم العيد، وتقدم الأصمتة. أولاً الأصمتة قدمت في العصر الأموي، قدمت في العصر العباسي، قدمت في العصر الأخشيد، قدمت في العصر الساماني، قدمت في العصر الأغلبي، قدمت في العصر الخوارزمي، قدمت في حتى في العصر العثماني. نعم. العصر الأيوبي، العصر الأيوبي كما أشار فضيلة مولانا كان بيتميز بشيء غريب قوي، إنه كان كله جهاد. كل ما كانش الناس عنده يعني معتدي. أيوة، كان يعني نقدر نقول لون الاحتفالات في العصر الأيوبي، وإن اتصلت بالعصر العباسي إلا أنها اختلفت عن كانت مختلفة عن العصر الفاطمي، لكن لم يكن لدى المسلمين طوال العصر الأيوبي فرصة للاحتفالات مبهرجة. ليه؟ لأن كان عصر القتال، عدوا الجيش والجيوش والغزوات والصد. نعم. والدفاع عن الإسلام. والدفاع عن وإحنا عملنا ليلة كاملة مع إحدى صديقاتك في بعض القنوات. نعم. عن ذكرى صلاح الدين اللي هو 2 أكتوبر. نعم. ذكرى دخوله القدس. نعم. الشريف. عملنا حفلة جميلة قوي فيه إن شاء الله سيعود. اللهم أعد فتحه مرة أخرى يا رب. إن شاء الله سيكون بمشيئة، يعني شوف حضرتك هو وعده من الله سيكون. نعم. بس بشرط إن إحنا نتوكل على الله، توكل نتقي الله. نتقي الله. إما في عصرنا الحاضر بقى فالاحتفالات كما تعلمين تبدأ بالصباح والصلاة وأيضا الذبح وزيارة الأهل والأصدقاء أو كما قال شيخنا العصب الأول، ثم بعد ذلك بعض الناس تحب تزور المقابر، لكن ما يصحش. هي نوع من التذكرة أيضا. آه. ولكن مع الاتعاظ، وليس فقط الذهاب لمجرد أنها عادة أو تقليد. نعم. ورفع الأصوات. نعم. والصراخ والعويل. نعم. وكذا وكذا. نعم. لكن هي مناسبة طيبة.
وخلي بال حضرتك أستاذة، ليشهدوا منافع له. نعم. ويذكروا اسم الله. نعم. قال بعض علمائنا في كلمة ليشهدوا منافع لهم، وطبعا شيخنا أخبر مني، قال لك هي التجارة رأي. نعم. كما قال شيخنا الإمام الغزالي في كتابه إحياء الذي هو أمام الآن. لكن هنجد إن إيه، بعض علمائنا الآخرين ليشهدوا منافع لهم مش مستوى تجاري، ده مستوى أعم وأشمل. نعم. هذا مؤتمر عالمي يجتمع فيه ما يزيد عن 54 دولة. فلنتصور لو أن أولي الأمر في البلاد العربية والإسلامية اجتمع قلبهم على قلب رجل واحد، أليس هذا المؤتمر مؤتمر الحج ويوم عيد الأضحى المبارك العظيم فرصة لنستعيد الثقة بأنفسنا ونستعيد الثقة بالله ونستعيد التوكل عليه؟ أليس هذا أجدى؟ ونتق الله في أنفسنا وفي أهل سوريا وفي أهل المناطق الذين يذوقون الظلم لمدة عامين، سيدتي، وعلى أن نتخذ أمرا تنكئين ونهتم جرح بهم. نعم. تنكئين جرح. نعم. أليس هذا من تقوى الله؟ هو التقوى بعينها، المسلم حينما يشعر بالمسلم. ولا أدري كيف تكون شهوة الحكم إلى هذا الحد، إن أحسنت فأعينوني. نعم. وإن أسأت فقوموني. نعم. فقال رجل لعمر، والله لو علمنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. نعم. إذن نعم. الدعوات لله في هذا اليوم المبارك الذي تتصافح فيه الملائكة مع الناس وجها لوجه، وإن كنا نحن لنراهم فهم يروننا. نعم. الدعاء لله، ونطلب من ملائكة الله الذين يطوفون في الطرقات ويهنئون بالعيد أن يرفعوا معنا أكف الضراعات إلى المولى جل في علاه، أن ينصر الشعوب الإسلامية وأن يعيد العدل الإسلامي. في نقطة أستاذة، لو علم العالم الإسلام ده مش لي أنا ولا لحضرتك، الإسلام سلام، طب هل أنت تريدين الحرب؟ هل أنا أريد الحرب؟ هل أي شعب من الشعوب المتزنة يريد الحرب؟ هل قائد متزن في العالم يريد الحرب؟ طبعا باستثناء من هم عندهم عقدة العظمة وعقدة الدم الآري وعقدة كذا وعقدة كذا. لكن لو علم الناس ما سوف يصيبهم من الخير بالإسلام وفي الإسلام لساعدونا نحن على اعتناق الإسلام. تعقيبا، تفضل فضيلة، إضافة لسيدنا الدكتور عبد المقصود، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى. نعم. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية، ما يحدث الآن على أرض سوريا، هي لو أردنا أن نسقط هذه الآية على واقعنا ينبغي على جميع الدول الإسلامية. نعم. لأن الأمر يخص فئتين أو طائفتين من المسلمين، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا. نعم. هناك قتال بين طائفتين من المسلمين. نعم. وينبغي على جميع الدول الإسلامية أن تتحد، سواء يعني بقادتها وشعوبها، حتى نفض هذا النزاع، إما بمصالحة وإما بتغيير النظام. هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم وحذر أن التدخل الغربي أو الشرقي في أمر سوريا لا يعني التاريخ يشهد، وأستاذنا الدكتور أستاذ تاريخ. نعم. وحضارة إسلامية. نعم. التاريخ يشهد أنهم ما حلوا لنا مشكلة قط، بل عقدوها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لإحدى الغزوات فاقترح عليه أننا نأخذ مجموعة من اليهود معنا في الغزو، خاصة أنهم يعيشون معنا في المدينة، وندافع عنهم ونحمي ديارهم وأموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم، لا أستعين بمشرك على مشرك، لا أستعين بمشرك على مشرك. فنحن ينبغي أن نأخذ هذه المقولة مأخذ الجد، لا نستعين بالغرب ولا بالشرق
على إخواننا في سوريا ولكن على الدول الإسلامية والعربية أن تقف وقفة واحدة في دحض هذا العدوان السافر من النظام في سوريا ضد المتظاهرين أو ضد الثوار. جميل، بدأناها ببسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأنهيناها بأمر من الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأمر لجميع المسلمين وأولي الأمر منا أن يتقوا الله فينا وفي شعوبنا إن شاء الله. أشكركم وكل عام وأنتم بالصحة والسلامة. شكرا لك. أشكركم. مشاهدينا كل عام وأنتم بالصحة والعافية والسلام والأمن لمصر ولجميع الأمة الإسلامية بمشيئة الله. كان معنا ومعكم في هذه المناسبة الطيبة الشيخ علي عبد المهدي وكيل وزارة الأوقاف، وسعدنا بوجود حضرتك معنا. وكان معنا أيضا الأستاذ الدكتور عبد المقصود عبد الحميد باشا، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. سعدنا بوجودكم معنا وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا كنا معا وشباب وآراء، شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وأجمل فرحة العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد العيد فرحة.